بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أي ما يسمى أن إهلام السلام ذا مقرن في لكم أشن إذكم ذي الرابعة الأمازيغية ذي الحصة النون ذي الحصة الفتوى باش نحكى في الأسئلة. قلنا أنت فينا غد صغر ثمثنا غد يسمثنا في الموقع الرابعة الأمازيغية نغتسنا نغد في مباشرة غير الشيوخة كم يغب مرحبا بكم، وإن شاء الله رب العالمين ذين فايسنا وذين فايسكم ذي الحلق ثايا قلنا نتشاخ ثيس في الأسئلة نيثمتنا ذي السماثنا ومزوارو ذي رحبا سونا جوينو ذون جوينكم الشيخ خليل القاضي، مرحبا بك. الله يسلمك يا شيخ أحمد، وحياك الله الشيخ خليل وربي ينفع بك إن شاء الله. آمين يا جماعة، إن شاء الله. الشيخ خليل أنكم نيغ المرث قلنا نتعدى. الشيخ خليل أنت هذا الأستاذ في كلية أصول الدين في جامعة الجزائر، أنشنت معاون إذا بعضنا باش نجاوب في الأسئلة ونشاخ في الأسئلة نثمثنا غذي سمثنا قلنا تاسنا نغط. ونبدا الشيخ خليل اذا السؤال مزوار هو السؤال يوصل غد صغرتيش سيث مثلا تسال في فروض الشرعي في الحجاب الشرعي في فروض الشرع قراك. هل الشيخ خليل ذا الحرام انه ام طوث طرد ذي لبس الناس تقرض الشرع يعني ذي اللي ذي الحجاب الشرعي ذا الحرام ما تطرد الحاج ذي اكثر من اللون يعني كون طرد سن للوان ثلاثة ذا الحرام وسقنا منه قلاني الناس أولية والثماثن غاية وقار أولية ذا صحيح نغموش ذا صحيح ومتث الشر تاني قلانها قار قرغيث متاي قار أن لا يكون لباس شهرة مثل معنى أن لا يكون لباس الشهرة. يتسمح هذا الشيخ خلي بركة الترجمة صدرج. هذه واحدة من أخواتنا من بناتنا تقول هل فعلا تعدد الألوان في الحجاب مش مليح، ووش معناه أنه من شروط الحجاب أن لا يكون لباس شهرة. الشيخ خليل تفضل الكلمة. بارك الله فيك يا شيخ أحمد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنت زورك نعطيك الصحة في العرض هيك إن شاء الله. الله يبارك فيك. وإن شاء الله هو كذا غادي تولي ذي ثمور دي فرات ثمور ثلاث سفيد إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. كذا كي وذي سين الدين سن مليح إن شاء الله. إن شاء الله يا الله. ليتفقهوا في الدين. صحيح. نعم. لكن لباس الشهرة كينا الحجاب عامة يعني ذي الدين النار كونين الحجاب ذي ناس صرن لو كورت متوت أيوة. جسد المرأة هذه الصر ويتشيلي لا يشف عما وراءه كان تقارن الفقهاء انه يعني ويتشيلي رقيق مليح لما تولي ضين الا نسفير ويتشيلي ذا غن الضيق ادي وصفانة جسد المرأة وانما ذي للحجاب فضفاض يعني وساكة زمرة تحرك داخل جسم مليح وذي لي زور شويه هكا بمعنى انه ماشي لي راه ماشي لي راه ترونسبارون ايه وذي لي غادي يغوم غادي يغوم الجسد المراه دي ظهر دي كورين دي كورين نفسن الكفان اكدو قادو سينا كادي كورين الظهر النورمال وذم ذي فسن وذم ذي فسن وذم ذي فسن هو كذاك الوجه والكفان يعني اسمه قلت كان كذا كهام ربي كهام ربي وكذا رحنا في كذا رحنا العمره انا الحج تولي ضيف السن كان هكا قادوم يعني ذينا وتعوم مدار قادوم من سن كون تغطى وذمن سن تخلص تخلص بارك الله فيك تخلص بمعنى وني فار ذي زر الحجاب الشرعي ذواكي ذي اللي فضفاض كذا الى اخره ولكن الالوان الالوان كي اشتكي توغالر توغالر تمطوط يعني شو تفغان الالوان يعني ولاش اللون حرام ذي الشرع ولاش اللون الحرام إنه يقول من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من زينة الله تعالى الألوان كي الألوان إنك ثط ثري يحمث ولي اللون كذي مايل التناسق في الألوان مثلا لباس الشهرة ماشي إذا نشتكي دي قصد لباس الشهرة ذي النظنك لباس الشهرة بمعنى تسلسل لبسه
غلين مليح يعني الغلاء الفاحش بحيث انها تلفت الانظار. الغاشي كنت مقول نغورس وكمقارن لباس الشهرة، ولباس الشهرة تلو سنتو كذا كيسار شوية الكبر يعني تولي تولي الغاشي الدواساك يعني اذا انت كودي فازنا فلاس انت دي فديو فراري انا كنقارن اشتاقين الشراء وتقبيل راه يعني النبي عليه الصلاه والسلام الناس من كان في قلبه مثقال ذره من كبر الناس ما كان يتولي على الجنه وانا يسام يقول لي ساكا تاكن التكبر خطر الكبر الكبرياء ربي سبحانه ذي الحديث القدسي ناس الكبرياء ازاري فمن نازعني وكذا والعظمه كذا ردائي نعم فمن نازعنيهما قسمته نعم كافية في معنى الحديث القدسي ولا أبالي بمعنى العظمة على سيدة ربك سان العظمة الكبرياء على سيدة ذي الحديثة كما سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قد يون سي الصحابة إنك قال رجل يا رجل بمعنى إلا كذا النبي ذينا ذي المجلس إنس يا رسول الله إنس إن أحدنا يحب أن يكون لباسه حسنا نعم. ونعله حسنة نعم. هذا من الكبر إنس لا إنس إن الله جميل يحب الجمال إنس الكبر بطر الحق وغمط الناس صح الناس الكبر ما تشيدها نشتاكي خطر الله جميل ربي يشبح مليح يحمل شبحة نعم. جميل يحب الجمال بمعنى الألوان كاين في الحجاب ما إلا شبحا المهم كقراو تسلينا راه تيرون بمعنى تسعدي ثمطوط كبريد تزينا كورس وكم قال لباس الشهرة يعني لباس الشهرة كاين معنى الشيخ خليل ذوية لك ذاك الاعراف ان المجتمع تذفق الحال بارك الله فيك مثلا جار مثلا نلبس مثلا ذي غرنا خلينا ذي الشمال الافريقي مثلا تروح غر اسيا مثلا عروض مش كيف كيف ماشي كيف كيف تاخذ القماش غادي غرسا مثلا يعبى هذا الورد يعبى كذا يعبى كذا وتاخذ غرنا غنشين باللي مختلف معناه الاعراف الاعراف التقاليد كذا اين دفض يعني تسيلي ضد في غدار البيئه هذا هو هذه هي لكن إيه. من كوني ثور هذه القبائل تفضى سنت الروب كابيل ناس تارو انا ثني تافو نارث استرنو الفوضى هو كذا الحجاب اني غدار نشاويا هذه هي نشاويا ناسي بزافي ناسي ترقيا زعما يضربوا على الوطن الكل اني غادي نشاويا تلوس الجدود بارك الله الجدود غني يروح الجدود تلوس دوينا هذا الحجاب يعني مستمد من الشريعه الاسلاميه والشيخ خليل العباد قال لنا حتى في ذهن مثلا حتى في مثلا اذا الاولاد مثلا في الجامعه نغضي الليسي نأخذ قبريد أتفذ السيني باللي أتفذ قرن شان المصطلح قيم غريب قي قرس اللباس الشرعي معناها لازم تسمى لقى كاين كاليتي اللباس الشرعي كاليتي لقى الكاشير الشرعي لازم شان الكاشير باش هذه اللباس هي الشرع أبدا ذي الشرع ولاش ولا شك لباس ولاش نوع من اللباس أدينا دوا كذا اللباس الشرعي خاطر زعما راه كاين اللبس القبائل ذوين اللباس الشرعي زعما دينا اللبس الشاويين تسين اللباس الشرعي متقرر هذا اللبس اللي دو كل كان هكا ثلا منطقه من المناطق تلوس ذي الشرق هنا تلوس هكا ذيون اللباس قرنس الجلباب سلسيتا كني ذيوت لابياس هكا نقار ذيوت لابياس ماشي ذوك كان اللباس الشرعي ند لانت مواصفات اللباس الشرعي ما لن تذوني اللباس الشرعي هذه اللي فضفاض يوسى هذه اللي لا يصف ولا يشف ماشي ترونسبارون وماشي يضيق الماء يوصف دلو كور تمطوط شي كذا كذا الشروط اللباس هذا ظهر نفس الكلام هي هذه الشروط مش شرط العبد ضحت من فلاس مثلا لون معين من لباس بس سيني هذا هو الحجاب الشرعي هذا هي مثل الوان تورا اي وكذا كي تورا يعني مقارنه كاللباس الشرعي كي تفضل لي كولور ودنوار كل ذا بركانك هذه الشريعة أنا أثلا فسحة يا شيخ زعما تلس الشبهان تلس الروز تلس فيولي تلس توت لي كولور كنقارن الألوان جائزة
اشون الناد اللي كولر يفغني المنطقة نكون ذاكي مثلا يعني ما كان تجلب الانتباه إلا تير لاتونسيون هكا نقارن ثاكي استخضوا خاطر ذاك لباس الشهرة يجيو الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الناس لباس الشهرة الناس يوم القيامة لباس مذلة يعني ذينا ما كان في ذول ربي ولا ادي بقني ما نزكي الدنيا هي فوية اظن ثاني لقد فانا في اظن كذا يعني كان في ذول ربي يوم القيامه وتشال ثمس ذي لبسان النس يعني هو تشتعل عليه نارا او لهبا في حديث هذا لا غير السؤال مثلا غير الشيخ هناك هناك باللي سلاب لان الناس تنجمش تكثر السيليكولور ذي الحجاب هلا ليش علاش هولك لي كولور كي ثورا نكون نقار لو مارياج دي كولور كي نقار خاطر لا صح لا انت الخلات قال انت كنت مثلا انت في ذي تطير مثلا الخمار الناس قال انت كذا فوزو الناس مثلا زين لا جوب الناس كذا هذا شو نورمال عادي عادي لا شو كريش ايش قرا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ثكيد الآية غير منسوخة ثكي ما زالت تتلى ليوم الدين ونسان الدليل باللي الألوان كي حرام غدي وانت الدليل يجيب لنا هو الدليل ولكن ما كاش دليل من القرآن ولا من السنة أنه يحرم لون من الألوان الألوان كلها جائزة تخير من الالوان كاد النض يعني هناك مناطق سانت الوان كثيره كم الهند فار اكزومبل الباكستان وكذا بارك الله فيك كاين شي نزرعه نقيل حج مثلا حتى في ذهن داسا كل صح هذه كل كيب غرس الله غرس سبحان الله العظيم غرس اللون اللون هذه هي ولكن تنوع في البيئه في العادات في التقاليد في الجغرافيا الاسلاميه كاين الرقعة الاسلاميه مثلا متراميه الاطراف يعني ما شاء الله تروح ضم اندونيسيا غرب شرقا تروح ضم ماذا المغرب الاقصى غربا وانت نجمش انا ويا الشيخ خليل لباس من منطقه معينه ونفرض في المسلمين ذي العالم هذا هي بارك الله على انه ذويا ذي العنوان الحجاب الشرعي وليش ما كاش واحد يسمو لباس ولا انت توفر انت المواصفات كاي لباس فهو لباس شرعي في اي لباس وباي لون اما باي لون الهضره تاعي زايد ثاني الهضره زياده هكا بارك الله فيك ما عندها حتى ما عندها حتى بارك الله فيك الشيخ خليل الشيخ خليل ثيا ذيش سمعت نض قراك تخدم مساعدة طبيب نشي طيب أفرمليت ممكن أنت اللي مدهقاس كل الاختصاص من طب لا ضم زين لا ضم قران أنت مساعد طبيب أنت تقول لنا استقبلوا ذا نستدف وذا نغرض بيب وكذا هقار باللي ساعات خدم غرض بيب غير سلاشار جعرم غير السودان تسند غرس وديفوا تسند لعبات تغيمان تستنان بساعات طويلة قد تستمر من الصباح إلى نهاية اليوم هقار وهقار انتاذ بلي ساعات هس عداي بعض نوذان زدات نوذان خيض مثلا نشت مثلا نادي سقير وتار وانتاذ تقدمي فوذان أخرين لان تستنان زدات هقار السلوكية قلان تقغذيس ذي الحلال لغموش ذي الحلال ومتان الحكم لو كان يشسي العبادينين قال لهم سعد غيه نزداث نوذان أدا دي خلص الضبيب أدي يجب ذي مدة الحاجتين ولا سؤال قذي ذي معقد الشيخ خليل صح أسوث لي يقصد درجتهم بعد إن شاء الله أن مناقش ذيس هذه مساعد الطبيب تعمل عن طبيب عنده ضغط كبير جدا وقد ينتظر المرضى عنده في العيادة ساعات طويلة جدا تقول هذا الأخت هذه تقول بأنها أحيانا تقدم بعض المرضى على الموعد تاعهم يبحوا ساعات من الوقت تقول ما حكم هذا الفعل وما حكم لو أنه هذا المريض هذا لما خرج يدفع التكاليف تاع الطبيب خذا جزء من المال وقال لي هذا لكتي هاسي وش 50,000 100,000 هاسيني فهي إيش فهي هذه لك ما الحكم الشيخ خليل نقوله في البداية باللي الأصل في الإنسان في هذا الموطن هذا أن يكون أمينا
هذا ذيس الحاجة الأمانة، وذيس لون من ألوان العدل بين المسلمين وعدم الظلم على حقوق الناس وعدم احتقار الإنسان المسلم. صح. ما عدا في ظروف معينة أنني باللي لو كان مثال العبد دياس مثلا ان كاير جو مثلا هذه مثلا دياس يشتري تنجم شذي قيمه ذي استنى عرم تسمى انقاذ حياه انقاذ حياه ان ليش الوضع الصحي الناس لازم وضع عدا غرو ضبيب ذي الوقف ذا مزروب ويسنني وليش ليس الحرج بالعكس. صح. بالعكس هو ايام من الحاجات المهمه مثلا تزد امطوط مثلا سعود ديس مثلا فهي تعدى ولكن اننا نسعد وذان قم كان وذان فهي قياد تم قران الشيخ خليل. صح 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 متى سنني والله سنني ثكي يعني لا يؤمن احدكم حتى يحب اخيه ما يحب لنفسه يعني ما طوال بلاصك نقارن ما طوال بلاص لو كان ثميني تسد تسد الطبيب اذيوي ونمكانهم وليو تصادد في الوحدة تروح ضم الزوج ضم الثلاثة بالك تصدغضي أن ذي بعد الحال بالك تصادر شغال وياض. صح بمعنى يونا ذي لي عادل في الآخر في الترتيب هكي أكا دون ديكا إرجو ماليش يا خويا ما إلا يوني يغصب ما إلا الله غالب يعني نثنطر الحلايس باش تسلكت باش إنقاذ حياتك نقارن قوانش ذاكي بلا ما تشاور ولكن لا تكين هذا تكيد ان ذاك ما ديفاس يمو ذاك بينا كذا تكين ذاك يعني ناس يوني يصدر النبي عليه الصلاه والسلام يتشوي ذاك الصدقات تروح تشقاتنا كاد اجمان الصدقات الزكوات الى اخره بعد ما ديو ضسيني وكين كنوين وكين كيني هذا لكم وهذا لي وهذا لي ناس النبي عليه الصلاه والسلام من ناس ناس مشي لنك الناس لو قعدت في بيت أبيك وأمك الناس وكدي مدن الناس يقول خم من ونث قيمة ناقو خم جمك ناقو خم باباك. صح وكدي مدن كشيني بمعنى ذا خدي ماكي شو يسيك تشمدون. صحيح كشمالة خم ذا خدي ميك رجلو يعني لو كان ذاكي مثلا تفرم لي ذاكي أنت سعدي بالترتيب بعد فقدي وانا عن طيب خاطرة كيف كيس دي الحاجة معليش تينا هدية عادي عادي جدا ولكن ما لا تستزز ضم كنيس على حساب بوياض او ديتريمون دو دي زوتر كنقارن من بعدك ذاك دفك مثل المقابل ذي نو ذي نو لا يجوز يعني الشبهه الحرام يعني الشبهه الحرام بارك الله فيك يعني الشبهه ما كان يعني الرشوه البعديه كنقارن لذلك يوني لقد يتحرم ليه الحلال للشغالة كي سوتو كذي لأنك في مناصبك هذه ليه المسؤولة في الحاجة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللي باسيوني وكل موضني وكل ذا الرعية تفرم لي ذاكي بما أنه واحد لازم يكون يراعي الله تعالى في الآخر خلاص سنين ما لي قلت مثلا غاية ماذا قل له تقي الحاجة سنين تقش قطرت وتصلحش ما عدا ماذا قال الظرف معين طلب منكم تقدم الحد وسنيني العباد قال انه تقدم اليه ماذا قال تمدينا مي صورداي خطرة هرب حذيه نقي الوقت وسعد اليه نزدات نوزان او صوردينين دي صوردين الشبهه اما ماذا قال خدم دنم بشكل عادي وحد يخسام ام يكرم ثوليت ديس المشكل اما صح. انه الخدم تنم تيلي ذي السبب انه تودي صور داي خطر هرب حذق السربع حذق وذان قي ساعتين غير ساعتين زمان سنين باللي ويا صح ويا شبهه كبيره وذي تليقش الشيخ خليل ويا درنا غير سؤالي شتو ويا ديشت غير ذا فلاح ذا فلاح قراك غرس الجنان يزرع ذيس يقراك التخيريه الجنان هجمن في اللاس عرم من الحشرة في الظهر ذا النمال الوطوف الوطوف اسمها الوطوف الوطوف اي يقرك ويصيد بشكل كبير جدا وافرص في قيف الجنان النس يقرك مثل الحكم لو كان سنقى ادويه كيماويه وهنا نخ
هذا هو الذنوب نوض تاوغش الذنوب ما تجي غيهن فسد الجنان ما وليش هذا قرا كاسنقر الادويه الكيماويه وهنا مكش مكش هذيك بالعربيه بالعربيه انت هذا شخص الشيخ خليل عنده بستان عنده جنان يخدم فيه وفي المده الاخرى يبدو انه هجم مع الجنان هذا كميات هائله جدا من الحشرات ومن النمل تحديدا يقول اذا تركت هذا النمل هذا دون مقاومه قال يفسد لي هذا المنتوج تاع الزرع يقول هل يجوز لي ان احاربه واقتله بالكيماويات بالمبيدات يعني بالمبيدات نعم صح بالمبيدات يعني سنني مثلا كي الحشرات يعني هي مخلوقات أيوة. الله تعالى هو اللي خلقها لانت الضاره يا كين فايذي وصن في عليه الصلاه والسلام ان استكاذا كي يقتلوها حتى ولو في الحرم يعني العقرب والحيه والفأر كذا يعني لان كان الحيوانات يعني وما في طندق خمر بين غيث انت الحدائق الوزغ الوزغ نعم في كذا كي كل الوزغ سينجد مثل الحيض وكذا هضرنا كان هذاك يعني وكذا كي معليش هو كي مثلا كي سقصد في الوطوف الوطوف النبي عليه الصلاه والسلام جاون الحديث انها تنغضر بها الصناف يعني كناها عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد النمل ذا الوطوف النحل تزيزوا الهدهد ذي تيبيب نقرا سمكن تيبيب الهدهد الصرد ديون ديون بفروخ كان يساق الروم مقر نوار بلو يتسيلي كذا ذي الحقول ويسنو أمو يصلح الله أعلم منظر يرى المهم يعني الصرد كين إنك نهى عن قتله استقبلت والله مزرعة اسمس يعني الصرد كي المهم أربع أربع الصنف كين إنك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها إلى قرن تنار ولكن كما ثنا كاين انسان ايلا انسان الحقل انسان ثم زيرت يخدم يعني شي قرص سياشة يعني ما تدره عليه يتعايش الزيت اي دوني تدوني تدخل كل الزيك الجدود لنا شنو سكونا ثاكي سي الحق ولا كي ساني ونسان زمور يا سوق زمور ويا انسان الاخر في يا سوق حبوب الى اخره هي قار الوطوفه كي يخدم تاريخ المزرعه كاينو يعني اسكي يجوز ثي نغنغلا العلماء نغنند يعني ما الا ضص حكا سي سفساد طاس يعني ماشي ذكرى اسي صراحه كل غلايز ايوه هناك ذاكي ما كان توازن المصالح ذاك ثينا يعني ذاكي يجوز له ثينا ولكن ذينا بقدر كان يعني ماشي ضع هذه كفو كل وطوف الا ندينا خاطر انك العلماء كي تورن البيئه اشقر الوطوف كي سال مصلحه اشتلت في التربه اما كان بطريقه تتنفس التربه ناس داخل سيخذ كل التروز داخل اللي مرجان الى اخره اما كان ثمور تنفس الوطوف ني بمعنى كفو يرى كل وطوف ني هذه نغاين في ضر كان بقدر بقدر الذي يذهب به الضرر الذي يذهب به الضرر هذه كس الفساد اللي كان ايوه المبيدات يجوز معليش يعني حتى ولو بالحرق معليش يجوز تسكسط في زيزو هذا النحل كيف كيف النبي عليه الصلاه والسلام حرم قتلها نعم اي غرض تمدين هذا العسل ثم انتم ما تراكم العسل نعم فكذا يجوز زارع خاص ذيك طر انت يعني في زيزو ما تخميون كقرب انت سي خامن تصفض سورتو ما تتشي كذا الوقت اللي قاعد ديك ثم انت هكذا تصفون تصرحوا دكا وتهاجم الناس يعني تسقسى انت تلسى فكذا غن يوني لقضي حذر وياض يعني مثلا ما تصوت الجيران شت ستمنت ماشي ثوق سكاني الهند ما ديك ستمنت مدة شوي الجارني انك نعم ماشي تصرح انت تسقس انت لانه يتصادر الحق تصادو ضوايض يعني الشيء المؤذي الشرايك يحرم الهدهد الهدهد انا سيدنا سليمان عليه السلام في القران في سوره النمل ما لي لا ار الهدهد
يعني ما كاين يستخدم مثل ذي راح يزدي الأخبار ديو غالي هدرا كيذا سيلا خيره إنك الهدود طائع للأنبياء كثير دوصفن يعني العلماء نانكني وكذا نجو زارة سنعط خاصة تفتك قخاميك ناثم بخاميك الصورة داكين ندو الله مزرع يعني أو نسقسيها في الأستاكي وانا إفغانا دي حوسة دي حوسة دي شوثة اسم استقبالي وكذا نحكا هذا فروخ نوار كا قروس مقر شويه انك وكذا نجزر بمعنى لن نصنفها كي ما كان البيئه فان بنادم فان الاشجار وكذا الى اخره هذه وكذا كي الشرع انت نقدرها ولكن ما لا يظن اذن الناس فسادا ذينا طالب المصلحه هذا ذينا الى خاص بيان سو يعني يجوز فقه الموازنات بارك الله فيك انا ولقي فقه الموازنات فقه الأولويات وفقه الأولويات نعم. دوات باش العبد تروحاش المعيشة المعيشة نتروانس هذه نج هذه نق التوفيق إيه لأنه الجدود نار الشيخ نكون نزيك بالقدر بالقدر نعم الجدود نار كنا شنا في أنا في الحق ولكن سنة سنة راخد أظن ولا شلو زينات ولا شو يعني مبتدعات هكا العصريين تو زيك تفضى فيليس سواء مثلا الخريف ودي تكسر خري في فغا غاثي تشنتا إيه. يعني الحاجه الهن اتيج باش تيزنز يعني ثني جا بوب انا كنقارن كوني الاخر كسو كذا ني كان يختصر السور بلاص الحاجه خصا تشني الحاجه الهن اتيفر باش تزنزن صح بمعنى شنسي الحقول صح يعني انا اين ضر الشرا كيف كذا بارك الله بارك الله فيك شكرا الوقت نحس أن غيوفا يتم يا خير إن شاء الله إن شاء الله هذا ملاقى لكم إن شاء الله أي ثم مثلا غضي ثنا قلنا نتبع عندي نغاكم من هناكم من هناك من جذي الخير عندنا قيدكم إن شاء الله المرة دي قوم ذي الحصتين من الفتوى علشان نتسألنا هذه الأسئلة لكم أكم جغد ذي الخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.